بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. سلم الرب معكم أحبائي، وإن شاء الله بمناسبة عيد سيدة الانتقال ربنا بيعطينا شفاعة ونعم هالمرة القديسة الطاهرة النقية أم الكل. رح نقرأ مع بعضنا نص من مأخوذ من لوقا الفصل الأول، وبعدين نتأمل مع بعضنا شوي بحياة مريم العذراء وحياتنا نحن وياه. فقالت مريم: تعظم نفسي الرب وتبتهج روحي بالله مخلصي، لأنه نظر إلى تواضع أمته، فها منذ الآن تطوبني جميع الأجيال، لأن القدير صنع بي عظائم واسمه قدوس، ورحمته إلى أجيال وأجيال للذين يتقونه. صنع عزا بساعده وشتت المتكبرين بأفكار قلوبهم، أنزل المقتدرين عن العروش ورفع المتواضعين، أشبع الجياع خيرات وصرف الأغنياء فارغين، عضد إسرائيل فتاه ذاكرا رحمته لإبراهيم ونسله إلى الأبد كما كلم أباءنا. كلام أحبائي مأخوذ من نشيد مريم بلوقا الفصل الأول. مريم العذراء تقول وتتأمل بهذا النشيد، عم بتقول إن جميع الأجيال تطوبني. نشكر الله، نحن جيلنا هو من هالأجيال اللي عم بيطوب مريم العذراء، ونحن اليوم في هذا العمر وبكل مثل كل الأجيال نقول لك يا مريم مباركة أنت وجيلنا يطوبك. أحبي حبنا لمريم العذراء منه حب اخترعه الإنسان لأنه حبب أنه نكرم شيء نطلع باروتة العادة ونخترع شيء صلاة جديدة واخترعنا صلاتنا لمريم العذراء، لا. أحبي في كتير أشخاص مسيحيين ما بيعني لهم أبداً الصلاة لمريم العذراء، ما بتعني لهم شيء بالمرة بصلاتهم بحياتهم الروحية. أما نحن الكاثوليك والأرثوذكس نحن نكرم مريم العذراء تكريم فائق، تكريم رائع. هيدي أم الرب، أم الإله. أحبائي كل شيء نحن بنتأمل فيه مأخوذ من نصوص الأناجيل. إذا كان الرب شاء أن يجعل من أمه مثل، نحن ما فينا نقول للرب معلش هيدا المثل ما بدنا إياه وهيدا المثل ما بدنا إياه، بناخد هي ومنقي. مش نحن ما نفيتين على السوبر ماركت تنقي هالشغلة اللي طلع عبالنا هيدي الشغلة، لا. الإنجيل من آمن فيه من الأول للآخر. فإذا كانت الرب عم إذا كانت أمنا مريم العذراء تقول إن جميع الأجيال تطوبني، نحن كمان من هالأجيال التي تطوب مريم العذراء. أحبي الكنيسة شو بتعمل؟ بتاخد أي من أي للملاك وأي قالتها إليصابات، جمعتهم مع بعضهم وزادت عليهم كلمة بالأخير، والصلاة هي السلام عليك يا مريم. أنا بدو الرب مني كمان كون مثل الملاك، أنا عم بردد كلام الإنجيل مش عم بخترع شي جديد، عم بقول مثل الملاك السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، وبقول مع إليصابات والنص من الأناجيل: مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك. بس الأنجيل عم تحكي إذا رددت كمسيحي مؤمن بيسوع المسيح كلمات الإنجيل ما بكون عم بمشي غلط، أنا عم بجاوب مثل ما الأنجيل بدي. أنا عم بقول مثل الملاك ومثل إليصابات عم بقول لمريم العذراء السلام عليك يا مريم مباركة أنت في النساء. عظيم. الكنيسة فقط زادت صلي لأجلنا نحن الخطأ، وحالي طبيعية، لأنه إذا نحن كنا أشخاص البشر يعني منطلق ببعضنا مرات منقول له ولو اذكرني بصلاتك دوي لي شمع عنيد فلين، إذا كنا نحن الأشخاص الناقصين يلي منعتبر حالنا خطأ ولا نستحق ومنذكر بعضنا بالصلاة وما بننسى، فكيف إذا نحن رحنا لعند أم الرب يلي هو اختار وقال لها يا أم الرب صلي لأجلنا، هل يا ترى أول شيء هي بتنسى؟ مستحيل. شغلي تانية انه وين الغلط اطلب من ام الله طالما انا عم بطلب من رفقاتي العلم العاديين انه يصلوا لي؟ فاذا بالعكس مش غلط انه نحن نلتجئ الى مريم العذراء، مش غلط بالمره، وكل شيء ماخوذ من نصوص الاناجيل. فكل شيء بتكون بصلاه السلام عليك يا مريم عم بقول مثل الملك السلام عليك يا مريم يا ممتلئه نعمه الرب معك، ومثل اليصابات مباركه انت في النساء مباركه ثمره بطنك، ونحن عم نقول بالختام صلي لأجلنا. هيدي صلاة السلام عليك يا مريم يلي ملايين الأشخاص بيرددوها كل يوم. والتعزية بالصلاة أحبي هي أنه بس نقول صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن أم الرب أمينة. هيدي أم
بس تقولوا لها صلي لأجلنا الآن، العذراء باللحظة اللي انتم طلبتوا منها بتبلش صلاة كرمالكم، مش رح تقول بذكركم بعدين ذكروني هلأ مشغولة. أم الرب هيدي أم. أحبائي الكتار يلي ما بيعتبروا مريم العذراء شيء، نحن منا على مثالهم، ولكن في شغلة بدنا نعرفها، إنه مريم العذراء هي بدها تضل أم الجميع، لأنه الرب أشاء أنها تكون أم الجميع، مش لأنه نحن جعلناها أمنا. نحن ما عيطنا المريم العذراء أمنا أبدا، لو ما من يسوع المسيح على الصليب بيطلع بابنه بتلميذه وبيقول له هيدي أمك. والنص مأخوذ من يوحنا الفصل 19 نصوص أناجيل، يقول كانت واقفة بالقرب من صليب يسوع أمه وأخت أمه ومريم زوجته كلوبا ومريم المجدلية. فلما رأى يسوع أمه والتلميذ الذي كان يحبه واقفا إلى جانبها قال لأمه يا امرأة ها هو ابنك، ثم قال للتلميذ ها هي أمك. ومن تلك الساعة أخذها التلميذ إلى خاصته. فإذا يسوع المسيح لما يتكلم الرب يتكلم للخلاص وللبناء. يسوع المسيح على الصليب أعطانا مريم العذراء أمه، قالنا هذه أمك لكل شخص منا، هذه أمك لكل مرة بالكون. فإذا يسوع المسيح أراد أنه يعطينا مريم العذراء أمه بنرفضه؟ ما فينا نرفض مريم العذراء، لأنه أحبائي عبر العصور إذا بتطلعوا بكل كنائس الشرق، إذا بدنا نبلش أكتريتهم على اسم مريم العذراء. ليش؟ هذا سؤال حلو. ليش كل ضيعة بلبنان كانت تسمي مريم العذراء سيدة فلان، سيدة هالضيعة، سيدة هالضيعة؟ ليش؟ ليش كنا نكرس مدن وضيعة على اسم مريم العذراء؟ ليش؟ لأنه اختبرنا أمومة مريم العذراء، عرفنا قديش سعادتنا مريم العذراء. كل واحد مسيحي بيعرف كتير منيح قديش مريم العذراء بتحبه وقديش بتحن عليه وقديش مرافقته. لسبب أحبائي كمان في شغلة واحدة، يسوع المسيح هو بده يانا نطلب شفاعة مريم العذراء. إذا عم ناخد نصوص أناجيل والنص هلأ رح ناخده، مش رح أقرأ كله بس مأخوذ من يوحنا الفصل الثاني. يوحنا الفصل الثاني بيقول كان في عرس بقانا الجليل، وقت اللي خلص الخمر بيجوا لعند أم يسوع بيقولوا له ما بقى في خمر، بتروح لعند ابنها، ليس لديهم خمر. مالي ولك يا امرأة؟ فقالت أمه للخدم أروع جملة قالتها مريم العذراء للبشرية كليتها. هذا كلام حياة، كلام الإنجيل. تقول مريم العذراء للعالم مهما يقول لكم فافعلوها. هيدي الكلمة الوحيدة اللي مريم العذراء بتتوجه فيها بالأناجيل إلى العالم، عم بتقول إيش ما بيقلكم ابني اسمعوا منه. طيب، فإذا مريم العذراء هي شغلتها الدل، ويسوع المسيح بيسمع لأمه مريم العذراء وبيعمل آية قانا الجليل. فإذا رحنا عند مريم العذراء قلنا لها بترجيك يا أمي طلبي لنا من ابنك، بتقول لا بس أنا فقط عملتها مرة واحدة بالحياة ما بعيدها مرة تانية. الإنجيل كلام أزلي، كلام أبدي لا ينتهي. فإذا شفاعة مريم العذراء أنا برأيي ضرورة. في شغلة كمان كتير حلوة، يسوع المسيح بده يانا نكون مثل أمه. بأي معنى؟ مريم العذراء حبلت بالمسيح، حملته، ومجرد ما عرفت حالها أنها حبلة ونسيبتها إليصابات كمان حبلة، تمسك حالها وبتروح تخدم. وقتها حملت الرب دخلت إلى بيت إليصابات، المسيح ببطنها. ولما دخلت مريم وسلمت على إليصابات امتلأ بيت زكريا من الروح القدس، لأنه المسيح موجود ببطن مريم العذراء. سلام مريم عمل عند إليصابات، بتقول ارتقد الجنين ابتهاجا في بطني. فإذا مريم العذراء حملت الرب وروحت تمشين تخدم، وملت فرح بالأماكن اللي كانت موجودة فيه تماما زيت الشيء. بس نروح على المناولة، منقرب من المناولة نحن نأخذ المسيح نفسه اللي حملته مريم العذراء ببطنها. زيت المسيح، عم نحكي إيمان، مش عم نحكي خبزة مقدسة، نحن عم نحكي إيمان. نحن نتناول جسد ودم الرب. فإذا كأنه المسيح عم بيقول مثل ما أمي حملتني بدي إياكم تحملوني، كونوا مثل أمي. رائع الرب، كونوا مثل أمي، حملوني مثل ما حملت مثل ما حملتني أمي، وبرموا فيي العالم. طب نحن بس ناخد يسوع المسيح ونتناوله لوين منروح؟
او شو بتكون اول مهام براسنا من بعد القداس نتناول الرب؟ هذا سؤال حلو، شو بعمل فيه؟ طيب شو رايكم اذا ما عرفنا ايش بدنا نعمل نروح نركع عند اجرين مريم العذراء ونقول لها يا ام الرب علميني كيف حملتي ابنك وعملتيه وبرمتي فيه، خليني احمله مثلك. الرب بده ياني يكون مريم العذراء بيجينا اليوم. تماما هذا هو كلام الرب. احبائي كل شيء نحن بنصلي لمريم العذراء ماخوذ من الاناجيل، والنقطة اللي كتير كتير حلوة انه نحن بيسمينا يسوع المسيح بالاناجيل نور العالم. بيقول انتم نور العالم، انتم ملح الارض. اذا كنا نحن الاشخاص الضعاف الفقرة المعترين المحدودين الخطأ وبيجعل منا نور العالم، كيف بالأحرى اللي هو نقاها بعناية فائقة إن هي تكون كمان نور العالم؟ ليش أنا مسمح لي إن يكون نور العالم ومريم العذراء لا؟ وكتير أشخاص بياخدوا علينا هالكلام، بيقول المسيحيين الكاثوليك والأرثوذكس بيسموا مريم العذراء نور ظلامنا. كيف نور ظلامنا؟ المسيح هو نور ظلامنا. واو، طب إذا المسيح قال عني أنا نور العالم، ليش أمه ما بدها تكون نور؟ ما أنا من البشرية وأم الكل، هي أمي عطوني إياها الرب على الصليب، وصوها فيني وصوني فيها. فإذا نحن بس نطلع بمريم العذراء بنقول لها أنت نور ظلامنا، بنقولها بضمير مرتاح. بس نطلب منها الشفاعة، يا أمي مريم العذراء أنا أحتاج صلاتك، لأنه موجود الشفاعة بالأناجيل. يسوع المسيح بيكون مرة موجود بمحل وبيجوا لعنده ناس وبيقولوا له إن أمك وإخوتك واقفين في الخارج يريدون أن يروك، مأخوذ من لوقا 8. فقال لهم يسوع من إن أمي وإخوتي هم الذين يسمعون كلمة الرب كلمة الله ويعملون بها. فإذا أم يسوع وإخوات يسوع هن اللي بيسمعوا كلمة الله وبيعملوا فيها، كأنه يسوع عم بيقلن يعني مثل أمي، يعني أمي عملوا مثلها، يعني عم بيعطينا من أمه مثل، لأنه مريم العذراء كانت أول مين سمع كلمة الرب وعمل بها. وبالدليل إذا بنرجع لإنجيل الطفولة عند المسيح بلوقا الفصل الثاني، ما موجود كذا محل بس طلعت قدامي لوقا الفصل الثاني الآية 19 بتقول أما مريم فكانت تحفظ هذه الأمور كلها وتتأملها في قلبها. فإذا مريم العذراء كانت أول شخص بالتاريخ المسيحية تتأمل كلمة الرب، أول شخص تأمل بكلمة الرب. طيب هل يا ترى تأملت بها وعملت بها؟ سينا ذكرين من شوي طلعت تخدم. فإذا مريم العذراء كانت مثل إن أمي وإخوتي هم الذين يسمعون كلمة الرب ويعملون بها، وأول مثل قدامنا موجود مريم العذراء. إذا أحبائي كأنه بطريقة معينة مريم العذراء عم بتقول إذا أنا أم وعم بقلكن افعلوا ما يأمركم به، فإذا كأني عم بقلكن عملوا مثله. أنا تأملت بكلام الرب، جيبوا أناجيلكن حطوها قدامكن وتأملوا بكلمة الرب. رائع الإنجيل، كلام حياة. إذا حابب تسمع ماذا يقول لك الرب بدك تسمع كلمة مريم العذراء. إذا حابين تسمعوا وتقولوا مريم العذراء أمي قالت لي مهما يأكل لكم فافعلوا، شو بده يقولنا يسوع؟ كيف بدنا نعرف إيش بده يقولنا الرب بالإنجيل؟ نفتح أناجيلنا ونقرأ ونشوف إيش بده الرب مني. فإذا أحبائي تأمل بكلام الرب هو دليل عمق بالعلاقة مع يسوع المسيح، حب إلى معرفة ماذا يريد الرب، حب إلى بناء ملكوت السماوات، حب إني أنا أكون مسيحي ملتزم، عندي وقت الصلاة عندي، أو بالأحرى هوري كلياته بيكون صلاة رغم أني عم بشتغل أو عم بلعب أو عم بعمل حياة لجين، أنا عم بعيش للمحبة للبناء. أحبي أنا عندي يمكن صلاة خاصة بصليها يومية بصفتي كاهن، وعلاقة الكاهن مع مريم العذراء علاقة يمكن ما حدا بيعرفها إلا الكاهن، لأنه عم بيعيش يسوع المسيح. الكاهن هو يدي الرب. فإذا مرات مش مرات كل يوم تقريبا بصلي من عشية، وبتمنى هالشغلة ناخدها من صليها مع بعضنا، لأنه نركع عن مريم العذراء. أنا بقول لك اليوم يا أم الرب مثل ما حبيتي ابنك حبيني،
مثل ما ربيتي ابنك ربيني، مثل ما رافقتي ابنك رافقيني. أروع شغلة مريم العذراء أم. الأم ما بتقدر أبداً أن تنسى ولادها. مريم العذراء إذا قلتوا لي أعطيني فيه بتتعتني فيكم. أحبي خلونا نركز على أكثر شغلة بتحبها مريم العذراء وبختم هون. مريم العذراء أكثر شغلة بيعني لها أنه تكونوا تلاميذ ابنها. مهما يقل لكم فعلوه. بكل ظهورات مريم العذراء بتدلنا على ابنها، ما بتدل حيلة ولا مرة بتاخذ المجد. لهالسبب أحبائي نحن إذا بدنا نسمع من مريم العذراء شيء، نحن بدنا نجي نحب كلام الرب ونتأمل فيه مثل ما كانت مريم العذراء تتأمل بكلام الرب. أحبائي مرات كتير بنعطي حدا حبة شوكولا أو شيء بنقول لهم دقوا لنا إياها. في ناس بياخدوها بيكتشوها كدشتين وطيبة، في ناس بياخدوا حبة الشوكولا بيحطوها بيتمن وبيستلذوا فيها، بيتأملوا فيها بالطعم كيف عم تترغي بيتمن. في ناس كتير بيحبوا الإنجيل بهالطريقة، بيقروا الإنجيل يستلذون بكلام الرب، بيوقفوا عند كل إيه، بيغمروا للإنجيل بيعشقوه. هيدي وحدة من أكتر شغلات بتخلي مريم العذراء تفرح إنه رسالتها توصلكم لعند ابنها وعم توصلوا. حبيبي كونوا مثل مريم العذراء، كونوا مثل مريم العذراء نور، كونوا مثل مريم العذراء خادمين، كونوا مثل مريم العذراء عندكم الحنية ذاتها. أحبائي بختم معكم بشغلة قبل ما نعمل صلاة. وقت اللي كان يسوع المسيح عم يعين الآلام، تعرفوا مريم العذراء رافقت المسيح من الآية الأولى كان الجليل إلى آية الصليب، بكأنه مريم العذراء عم تتأمل بحياته وكانت ماشي معه. وقت اللي كان يسوع المسيح عم ينشلد، عم تتخيلوا شو كانت فعل رد شو ردت فعل مريم العذراء؟ هل يا ترى كانت كل مع كل جلدة عم تقول الله ليوفقون الله ليوفقون؟ لا، إذا كانت مريم العذراء تستحق بحسب كلام الإله إن تكون أم البشرية، فإذا وقت اللي كان عم ينجلد ابنها كأنه هي عم بتقول أنا بصلي لك تيهديك الرب. تماماً ما يسوع المسيح اعتذروا بعتذر، بس يسوع المسيح تربية أمه، يسوع المسيح تربية أمه. شو بيقول المسيح على الصليب؟ اغفر لهم يا رب، تربية هالمرة. فإذا مريم العذراء ما كانت أبداً أن تدعي بالشر على الأشخاص، تستحق أن تكون أم حتى بالظروف الصعبة. كانت أم، عمل يسوع أكيد هذا الإله، انتبهوا. بس كمان مريم العذراء قامت بدورها كأم وربت. هالسبب أحبائي نحن بنشكر الرب على هالنعمة العميقة الكبيرة، الهدية التاريخية، هدية أمه. عطونا أم، عدينا مثل. ما نخوف نجي لعند مريم العذراء، ما نخوف نجي نركع قدامها ونقول لربما أنا عم غلط. نحن نعرف تمام المعرفة ككنائس، بالأخص كنيسة كاثوليكية وأرثوذكسية، نحن لا نعبد مريم العذراء. كل العالم تعرفها، تعليم كنيستنا هيك بتقول، نحن لا نعبد مريم العذراء، إنما نكرمها فائق الإكرام. لأنه مثل ما كنا عم نقول هيك الرب بده، مش عم يطلع بروت الإنجيل. إذا في شي محل طلعت بروت الإنجيل وحدا بيكتب لي كومنت من تعبي لأبونا غلطت، فيكن تزيدوا علي لأنه قد ما أحكي عن مريم العذراء قليل. هيدي كنز تاريخي، كنز تاريخي، أم مدى الأبدية لا تنتهي أمومتها. يا والدة الله الطاهرة، يا نور ظلامنا، يا سترنا ورجانا، يا ملجانا وعزانا، أهلينا إلى شركة جسد ودم ابنك الكريم، نحن الخطأ غير المستحقين. يا من ولدت يسوع ينبوع الحياة غير المائتة، أحيينا نحن المائتين بالخطيئة، وامنحينا خشوع القلب واتضاع الفكر والندامة الكاملة والعزم الثابت والتوبة بالاعتراف النقي، لنمدحك ونبجلك ونعظمك يا مريم، يا والدة الله غير المدنسة. فأهلينا للتقدم إلى تناول أسرار ابنك الوحيد خلوا من دينونة، ونحن لابسون ثياب العرس عند ملاقات هذا العريس السماوي، حين نأخذه بأفواهنا التائبة ونحويه في قلوبنا،
يا من لن تزال مباركة إلى أبد الآبدين. أمين. رائعة أم الرب. المجد للآب والابن والروح القدس كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين. أمين.